ردوها بستة بستة. أرسنال فاز على وستهام، اللي وستهام نفسه فاز الموسم ذا على أرسنال مرتين، مرة في الكاس ومرة في الدوري، ردوها بستة. أرتيتا يقول أنا ما زلت في الدوري، أنا ما زلت في المنافسة، أنا فرق نقطتين على ليفربول وفرق ثلاث نقاط على السيتي إذا فاز في مباراة المؤجلة، أنا ما زلت في المنافسة. بالثلاثة على ليفربول المباراة الماضية وبالستة على أرض وستهام، أنا ما زلت في المنافسة. أرتيتا ما زال، أرتيتا ما خسر الدوري، أرتيتا يقول أنا باقي، أنا باقي. والله يا عطوهم ستة، والله يعطوهم هدف يمين وبيسار وبالراس ومن بعيد وبلنتي، نوعوها نوعوا. اوف ستة ستة صفر يا اخوان، شو ارسنال هذا؟ يا عفو الله يا عفو الله يا عفو الله. جماهير وستهام يقول لك من الشوط الاول طلعت، هو ملعب فاضي الشوط الثاني، ما في جماهير وستهام، ما في يا اخوان. مشكله وستهام اغرب فريق ممكن تشوفه دوري انجليزي، غريب غريب. تشوف بعض المباريات تقول اوف شو هالنادي هذا، اللي ممكن يكون حصان اسود، ممكن يطيح فرق كبيره، ومره يخسر بنتائج كارثيه، مع انه نفس الفورم نفس التشكيله بكل مباراه، ما هم معروفين 11 لاعب ما في غيره. مره يا يفوز يكون مقنعين وسفاحين، مره يكونون اسوء، يعني اسوء من انديه الشامبيونشيب. 6 6 0 بس هذا ما يمنع ارسنال قوي راح يفوزون بالدوري طبعا. لا بس اللي تعرف وستهام انت فريق ايش؟ فريق لو تسحب يا اخي. ارسنال الشوط الاول، الشوط الاول اربع اهداف، اربع اهداف، هاي الاربعه تذكرنا بمنو؟ ايش عمر الاربعه؟ صارت سته، صارت سته، نتيجه خلصت سته، هم سته تذكرنا بمنو؟ يا نتيجه ما نحكي. ارتيتا ايش فيك ارتيتا؟ يعني تاثير صراحه جوارديولا، يعني هم تبقى ثالث، هم تبقى ثالث رغم الفوز وتعادلك بالنقاط، هم الثالث. يورجن كلوب بعد محلك تروح للسيتي، تروح للسيتي وترجع للسيتي، يعني شنو هالفريق؟ خبر عن ارسنال اليوم تقول لعب بوستهام 6-0، ده غير ان في 4 تجوان منهم في 13 دقيقه. الظاهر كده ان لعيبه وستهام بتلعب مراهنات، ما اصل النتيجه دي مش طبيعيه. سيبك بقى من الماتش والاداء والكلام ده كله، وركز مع لاعب واحد بس، هو ديكلان رايس صديق الامس ومنافس اليوم. ايه يا ابني الجمال والحلاوه دي يا ابني؟ في هجوم تلاقي، نص ملعب تلاقي، دفاع تلاقي، باصات تلاقي، والجول اللي جابه النهارده صاروخ صاروخ ارضي جو. والله يا بخت ارسنال بيك يا اخي، يا بخت ارسنال بيك. انا ما راح ابالغ واقول انه يمكن هذه افضل صفقه سواها ارسنال في اخر 10 سنين. داكلان رايس ما هو طبيعي، تبغاه محور دفاعي موجود، تبغاه في الصناعه موجود، تبغاه يربط بين الخطوط موجود، تبغاه يسجل موجود في كل شبر في الملعب. داكلان رايس حقيقه يحرث الملعب حرفيا، ما هو طبيعي اللاعب. ارسنال دفع 100 مليون وحللها من بدايه الموسم، ولسه سنين اللاعب لازال شاب. هنيئا لارسنال بهذا اللاعب. هو في ايه؟ المدفع هيجان كده ليه؟ الغوا شمال دي يا عم اصلا، ايه الجمدان ده يا عم ارسنال؟ اصلا يا جدعان تحس انه جات للفوق بعد ماتش ليفربول، النهارده حرفيا بيجيب كل اجوان الموسم في ماتش واحد. النهارده مش بيكسب وستهام، ده بيفتلي وبيفشخ وبيهتك عرض وستهام حرفيا النهارده اللي كان تايه ومش موجود في الملعب. ست اجوان كل جون احلى من التاني يكيفك ويمزكك. تفتكر بعد كل الشقاوة والهبل اللي عمال يحصل لارسنال ده ممكن ياخد الدوري في الاخر؟ الله اعلم. سلام. وش اللي صار؟ وش اللي صار يا ارسنال؟ لا لا لا، هذا ارسنال يا اخوان لاول مره منذ 2009 يفوز خارج ملعبه ب6-1 على وستهام. لا 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 لا، مش معقول. يا رب البريمير ليج للارسنال، انا متعاطف مع الأرسنالية يا أخوان. 6-1، لا 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 مش معقول. 6-6. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. حلاوه وعظمه وجمال الدوري الانجليزي، دوري مولع نار، لعبه الكراسي الموسيقيه. النهارده ارسنال بعد الفوز التاريخي على وستهام
بملعبه 6-0 بعد وفاز على ليفربول، وليفربول بيكسب بيرلي ومانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، بيكسب ايفرتون وبيكسب برادفورد، وهاتريك لبوتينج وهدفين لايرلينج هالاند، والنهارده ارسنال مايكل ارتيتا المدفعجيه بيعبر عن قوه شخصيته بمنتهى السداسيه في ملعب ويست هام، ملعب ويست هام في ملعبه فريق صعب جدا، فريق يعني 4 أهداف في 13 دقيقة، والشوط الأول بيخلص 4-0. أسمع لك في الكومنتات قمة الدوري الإنجليزي. تحياتي أحمد الخواجة.